مشروع ثقافة القانون الذي أطلقه الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب يهدف لتوعية النساء من النشطات والمترشحات والحقوقيات فيما يتعلق بقضايا المرأة في القانون الليبي وتعزيز معارفهن حوله. طبعا هذا مشروع اسمه ثقافة القانون، يطلق الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، مدة المشروع حتكون 6 أشهر. انطلاقتنا كانت بالأمس في أول ورشة، كل ورشة حتكون مدة 3 أيام. تناولنا في بالأمس اللي هو الجنسية في جميع الحقب في ليبيا من 51 حتى يومنا هذا، ومقترح مشروع الدستور. ثاني حدث اللي هو تناولنا فيه القانون رقم 10 ل 1948 للطلاق والزواج والأحوال الاجتماعية. من ثم ذكرنا مصطلحات تهمنا كسياسيين أو كقانونيين في التشريعات الليبية عادة. تواجه الكثير من السيدات النشطات في سبها والجنوب مشكلة الأمية القانونية، كما إن بعضهن لا يعرف كيف تسن القوانين وكيفية تطبيقها. هنا يحاول مدرب تبسيط القوانين وشرحها بطريقة تناسب الجميع. من أهم مميزات الخروج بتوصيات مستقبلية، لكن في الأول الفكرة العامة هي نشر ثقافة القانون والتركيز على القوانين اللي تحاكي المواطن بشكل مباشر. فكانت في قوانين جنسية اللي يعاني منها الكثير في مجتمعنا، أيضا قانون الحكم المحلي بما أنها هي المعمول بها حاليا في البلديات، وأيضا نظرنا إلى قانون طلاق الزواج باحتكاك مباشر. من ثم تم الاقتراح على المشاركين بطرح أي قوانين يروهم فيها الأهمية بما أن عندنا مشاركين قانونيين. تتكثف التدريبات في سبها والجنوب مؤخرا حول محو الأمية القانونية للمرأة، ويأمل القائمون عليها أن تعزز هذه التدريبات العمل النسوي وتضفي عليه صبغة أكثر تنظيما وإدارة وأوسع فائدة لمختلف شرائح النساء بالمجتمع. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.